الرحمن الرحيم. بداية أنا اسمي مسلمان، أعطي درس اليوم موضوع تكست بوكس مربع نص للصف الرابع. بداية رح نستكمل خطوات تشغيل برنامج معالج الوقوف. طبعا في أكثر من طريقة، ممكن من خلال شريط المهام اللي معنا هون أيقونة برنامج معالج الوقوف، ممكن ألي على سطح المكتب، أو حتى اللي ممكن أعلي خطوة الطريقة المعتمدة اللي هي Start All Programs كافة البرامج Microsoft Office، وآخر إشي اختار مايكروسوفت وورد اللي هي إشارة الدبليو برنامج معالج النصوص. طب إحنا فتحنا برنامج معالج النصوص، إحنا بداية نشتغل عليها بالقائمة إدراج إنسان. نستذكر شو يعني هنا قائمة إدراج. قائمة إدراج تتكون من مجموعات متعددة، مجموعة بيج الصفحات، مجموعة جداول، مجموعة الرسومات التوضيحية، مجموعة ارتباطات، مجموعة الهيدر والفوت اللي أخذناها الحصة الماضية ونرجع نستذكرها بشكل سريع اللي هي الرأس والتدير، مجموعة نص ومجموعة رموز. رح نستذكر بشكل سريع مجموعة الهيدر and footer اللي هي الرأس والتدير. بداية رح نروح للهيدر، رح نختار الهيدر edit header ونختار من نكتب جواتها جملة مدارس الوطن العربي كأي نص، إن كان إني أغير الحجم واللون ويعني المحاذاة لليمين أو الوسط. بداية يجب علينا تظليل النص المكتوب، رح أظلل النص، أروح على الصفحة الرئيسية هون، أغير حجم الخط، أغير اللون، نعمله أحمر عشان يكون عندنا واضح، ونعمل هذا النص بالوسط. هيك أنا بكون عملت هيدر للصفحة رأسها. رح نروح نعمل فوتر للصفحة، نفس الشيء بروح على قائمة إدراج إنسان، أختار فوتر تذييل الصفحة. رح نختار إيديت فوتر ونكتب جواتها كلمة حاسوب. رح نغير اللون والحجم، نرجع الصفحة الرئيسية، نختار نغير الحجم، نختار وسط المحاذاة ونختار اللون الأخضر. رح تسألوني إنه بيصير نضيف جوا الهيدر أو الفوتر صورة أو قصاصة فنية زي ما أخذنا بدروس السابقة، ممكن نضيف. ممكن نفس الشيء نروح على قائمة إدراج إنسان، نختار مكان تختار يا بيكشر أو كليب آرت. نحن نختار الكليب آرت نفرض، نكتب بالسيرش هون كلمة حاسوب، يا يعني مترجم العربي أو الإنجليزي حسب ما نظبط معنا. نختار الشكل احنا بدنا. لاحظ انه هاي القصاصة الفنية لها مقامات، رح نكبر ونصغر فيها القصاصة الفنية. رح ناخذ بشكل سريع الورد تكست، نحدد وين انا بدي اياها تظهر، الى اعلى الى اسفل، وين بدك اياها توب اند بوتوم، وتغيري فيها المكان اللي انت بدك فيها القصاصة الفنية. هيك بشكل سريع حكينا عن دروسنا السابقة، موضوع الكليب ارت، موضوع الهيدر اند فوتر. نرجع نحكي عن حصتنا لليوم اللي هو نرجع لقائمة ادراج، موضوعنا على التكست بوكس مربع النص. نروح على قائمة ادراج على مجموعة تكست، نختار منها أداة التكست بوكس. لاحظ شكل الأداة، نضغط عليها، رح نختار دراف تكست بوكس رسم مربع النص. هنا رسمنا نفس اللي حكينا على كليب ارت والقصاصة الفنية، له مقابض. هاي المقابض أنا ممكن إني أكبر وأصغر منها مربع النص. هصغر مثلا بداية مربع النص ونكتب جواته كلمة جملة مدارس الوطن العربي. هلا هذا مربع النص، لاحظوا احنا ضفنا طلعت عندنا شيء اسمه drawing tools اللي هي ادوات الرسم. انا ممكن اختار نمط معين للمربع النص اللي انا اخترته، نفرض هذا النمط اخترته، ونختار كلمة shape fill مشان انا اختار خلفية داخل هذا مربع النص. اختار more color اذا بدي الوان اخرى. ضفت انا هيك مربع النص. نفس الشيء بدي اروح للجملة مدارس الوطن العربي على الصفحة الرئيسية هون، أغير حجم الخط، خليه نفرض 48، أغير اللون، كانت اللون أنت بتناسبك. لاحظ إن عندنا الجملة ما كانت واضحة، نفس الشيء رحنا إيش حكينا للمقابض، أكبر حجم مربع النص تكست. الشغلة الثانية اللي ناخذها إن إحنا نغير مكان مربع النص تكست. أول إشي بضغط على هذا المربع، لاحظوا الشكل المؤشر كيف صار عندنا؟ صار عندنا سهم ذو أربع اتجاهات، بضغط وبروح على المكان اللي أنا بدي إياه، سواء بدي إياه لليمين،
بدي اياه لليسار، بدي اياه لاعلى، او حتى بدي اياه للوسط. اخر شغله نحكي عنها اليوم اللي هي كيف انا بدي احذف مربع النص ابعد ما اني استخدمه واخلص منه. ضغطت عليه مشان يتحدد عندي مربع النص، انا بعرف انه تحدد رح يظهر لي الى مقابل، بضغط على مفتاح ديليت من لوحه المفاتيح وهيك بكون عندنا التغى مربع النص تكست بوكس. بشكركم على حسن الاستماع، هيك احنا بكون اليوم خلصنا موضوع درسنا تكست بوكس مربع النص للصف الرابع.